جهاز الجالكسي A52 5G هذا لسه جديد بينزل في الأسواق. من المزايا أنه شريحتين، ولكن من المساوئ أنه يأخذ شريحة مع كرت ذاكرة، يعني ما يمديكم تحطوا شريحتين مع كرت ذاكرة. وبقول لكم السعر والصدمة، ولكن 4 كاميرات خلفية، والكاميرا الأمامية أصلا موجودة هنا 32 ميجا بيكسل، عندكم بصمة مدمجة في نفس الشاشة البصمة، ايضا شيء رايق انه المعالج حقه بيعطيكم اداء مره ممتاز من ناحيه الالعاب، وبيدعم تقنيه ال 5G، لان عندكم الاس دي 750 سناب دراجون 750G، هذا بيعطيكم تقنيه ال 5G، فمدعومه بالجهاز. اذا ما عندكم 5G بدولتكم لا تفكروا في الجهاز. ايضا السعر 1699 ريال اللي هي 453 دولار. الشكل شايفين كيف، هذا هو الجهاز اللي يجيب خصائص كويسه رايق. اذا انتم ما عندكم 5G يمكن ما تحتاجوا الجهاز، وإذا أنتوا تحتاجوا شريحتين مع كرت ذاكرة أيضا ما تحتاجوا الجهاز. والمراجعة الكاملة مع المزايا والعيوب في اليوتيوب دائما تلاقوها، على الفيس برضو تلاقوها. شوفكم على خير، وإنستغرام ترى كمان موجودة كلها. لايك وتابعوني.